قوم حبيبي امسك المي. بسم الله الرحمن الرحيم. صحة وانا جد. الماما وين راحت؟ ماما زعلاني شوي فطلعت لبرا. طيب وأمي ليش زعلانة؟ عنا هون ضيفة بالبيت بعتها الله، وقت شافتها زعلت عليها. ضيفة بعتها الله كيف يعني؟ إيه يا ابني، الله بعتها لعنا، وهي بتشبه أمك شوي، وحلوة مثلها، وقوية مثلها كمان. جدة طيب تشبه لأمي هلا ولا مثل ما كانت بالأول؟ لا مثل أول. لا تخافي، الوحوش ما بيقدروا يفوتوا لعنا لهون. ما بيقدروا؟ هاي القرية تبع الأسد الكهل فبيخافوا، مشان هيك ما بيقدروا يفوتوا لهون. ومين هو الأسد الكهل طيب؟ ليش عم تخبي وشك؟ لأنه أنت صغير بيكون أحسن. أنا متعود على هالمنظر. هدول بيوجعوا مو؟ لا ما بيوجعوا. أمي كانت تقول ما بيوجعوا، بس أنا بعرف إنه هي كانت موجوعة دايماً.